قوي في هذه المشكله بالزبط. ولكن برضو كان عندهم طرق غير مباشره في استخدام يعني سلطاتهم حتى ان لم تكتمل قانونا بان هم يقدروا يستخدموها في التواصل مع الحكومه في الاخر. يعني لو نبتدي مثلا مع حضرتك مع ملف ارتفاع الاسعار، اما كنا بنتحدث عن هذا الارتفاع والمصريين كلهم بيصوتوا من ارتفاع الاسعار ونتكلم انه الدولار هو السبب الى ما ذلك، ونتحدث مع مجلس النواب فالرد بيكون مع الحكومه لازم تكون عندها رؤيه اوضح، فنرد عليهم نقول لهم انتوا اللي مررتوا الحكومه، انتوا اللي منحتوها الثقه، فيقول لك احنا كان لازم اصلا نعمل ده. طب وصلتوا فين مع الحكومه؟ لا احنا بعد ما نخلص اللائحه الداخليه ونخلص اللجان ان شاء الله باذن الله هنعرف نعمل طلب احاطه ونسال الوزراء عن ارتفاع الاسعار. طب ما هو كل دي خطوات بتاثر على المواطن في حين ان المواطن بيعاني. شوفي حضرتك، هو ارتفاع الاسعار، ارتفاع الاسعار ده جاي نتيجه ايه؟ نتيجه التضخم. التضخم ده جاي نتيجه ايه؟ حضرتك المرتبات كانت مرتبات الجهاز الحكومي في الدولة سنة 2011 كانت 85 مليار جنيه، في الموازنة الحالية 235 مليار جنيه. الموظفين زادت مرتباتهم والعمال زادت مرتباتهم، فأصبح هناك لديك حالة من حالات التضخم. الفلوس دي زادت نتيجة ضغوط كانت بتتم كل شوية، تقف حركة احتجاجية لا نزود الفلوس من أيام وزارة عصام شرف والاستجابة الدائمة للضغوط على الحكومة فرفعت المرتبات. دي عملت حالة من حالات التضخم اللي موجودة. نضيف على كده جشع تجار. المفروض ان السلعة دي لما بتخرج من المكان بتاعها، لو انت مثلا بتفكري في الطماطم لما بتخرج من البلد بتخرج ثمنها كام، لما بتوصل للمستهلك بتوصل ثمنها كام؟ الوضع الطبيعي انها توصل بزياده 30%، كل واحد ياخد 10%، لكن انت عند الجشع لما تشوفي التعديلات اللي حصلت على بعض الادويه في قانون في الصيادله، في القرار الاخير اللي هي المتعلق بزياده 20% بحد اقصى 6 جنيه للمنتج اللي اقل من 30 جنيه. صحيح، هذا القرار قرار صائب. يعني بعض الناس بيبصوا للقرار ده يقولوا ده رفع في سعر الدواء، لا ده مش رفع في سعر الدواء. عندك سعر الدواء ب 5 جنيه بطلت الشركات تنتجه، فبيروح المريض عشان يجيب ابو 5 جنيه ده ما بيلاقوش ويشتري البديل ب 70 و80 جنيه. المستورد بالطريقه دي. فلما يرفع سعر الدواء وترتضي غرفه صناعه الادويه انها توصل لغايه ال 6 جنيه دي في الزياده وتوفر لي الدواء الرخيص للمواطن اللي مش لاقي الدواء، ده اجراء سليم. لكن الصيادله عملوا ايه؟ القرار طلع خلو من بند صغير كده اللي هو العبوه، ان 6% على 20% على العبوه. استغلها بعض الصيادله بانهم فكوا الشريط، العلبه اللي فيها شريطين ب 59 جنيه يفكها، يبقى كل شريط اقل من ال 30 جنيه يخضعوا يخضعوا للزياده. ابتدى يبيع بالشريط. يعني حضرتك بتتحدث عن قرارات، ولكن كيفيه تطبيق هذه القرارات هو ده الخطأ. هو دي المشكله والمتابعه في تنفيذ القرارات مشكله. وانا وحسنا فعلت الحكومه دلوقتي في الحمله اللي عماله تعملها ضد الفساد اللي موجوده على كل القنوات. صحيح، دي حمله فعلا لازم تكون موجوده. احنا عندنا فساد في كل حاجه، فساد في كل منطقه تحط فيها ايدك فساد. الله يكون في عون اللي بيدير بلد بحجم الفساد ده. ولكن كيفيه بقى اداره